السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك عن صيام القلب، عن المحافظة على جوهر الصيام، هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله تعالى للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لابد أن نهتم بأداء هذه العبادة على أكمل وجه. لاحظ معي عبادة الصيام وعبادة الصلاة. كثير من الناس يؤدي هاتين العبادتين ولكنه في صلاته لا يخشع ولا يحافظ على أدائها كاملة بأركانها وشروطها. وكثير من الناس أيضا يصوم ولكنه لا يحافظ على هذه العبادة فيؤديها كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. يقول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ليس الصيام ترك الطعام والشراب، لا، بل حفظ الجوارح عن المعاصي. من لم يدع قول الزور، الزور كل قول مائل عن جادة الحق، وأسوأ ذلك الكذب. الكذب كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. والكذب باب عظيم، أكبره الكذب على الله، ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ثم الافتراء على الناس، الكذب على الناس، نسأل البهتان هذا، نسأل الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والعمل به، يكذب ثم يعمل بكذبه، يقول قولا بعيدا عن الحق ثم يعمل عمل به. والجهل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والجهل، الجهل هو السفه، الجهل السفه، سواء كان في الكلام او في الانفاق، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ومن السفهاء ايضا المسرفين. ولهذا جاء الحجر على السفيه. السفه قد يكون باللسان وقد يكون بالتصرف في ماله وقد يكون بالتصرف في بيته. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. يحفظ لسانه من الرفث، رفث قول الفاحش مع النساء ومع غير النساء، ولا يصخب، لا يرفع صوته، لا يؤذي أحد بلسانه، لا يحدث جلبة وخصومة تزعج الناس وتفسد عليهم حياتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يعني لا ينتقم. إن سابه أحد يعفو ويصفح ويقول: أنا مشغول بالصيام، أنا عندي عبادة عظيمة، لا أريد أن تنتقص،
أنا اليوم مع الله، أنا صائم، لا أريد أن أضيع وقتي وأفسد صومي. هذا يجعل المسلم يهتم بحفظ صومه ولا يحفظه حتى يحفظ جوارحه، فإذا حفظ جوارحه حفظ صومه. والقلب هو الذي دائما يرسل الأوامر على الجوارح، فإذا كان القلب يستحضر دائما الصوم ويستحضر دائما هذه النعمة العظيمة التي من الله تعالى بها عليه، فإنه دائما يقهر الجوارح ويمنعها ويذكرها دائما بأنها لا يجوز أن تفسد هذه العبادة التي تشرفت بها. إخوتي في الله، إذا أحيا الله القلب تذكر قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. إخوتي في الله، أعوذ بالله أن ينطبق علي وعليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. جاءت عبادة الصوم وعبادة الصلاة. عبادة الصوم يصوم لكنه لا يحفظ صيامه، فيكون نصيبه منها الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه منذ أن يبدأ صومه لا يتغير وضعه. وأنا أقول لكم الآن، انظروا إخواننا مثلا، بعض الذي يبيعون في الخضار والفواكه، والذي يبيعون في الأغنام، الذين لا يهتمون بالكسب الحلال ولا يقدرون رمضان، تجده رمضان يغش، في رمضان يغش، في رمضان يخدع الناس، في رمضان يكذب. طيب أين الصيام؟ أين الصيام؟ أين سيطرة القلب على الجوارح؟ أين حياة القلب؟ حينئذ يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. وقال عمر رضي الله عنه وهو ينصح الناس: ليس الصيام عن الطعام والشراب وحده، ولكنه الإمساك عن الكذب والباطل واللغو. فإذا صام المسلم، هذا كلام عمر انتهى، وأقول فإذا صام المسلم فلتصم جوارحه، وليخشع قلبه، وليستشعر هذه العبادة العظيمة التي ترك الله تقديرها له، كما قال في الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. أسأل الله تعالى أن يعيننا على حفظ صيامنا، وأن يوقظ قلوبنا لزيادة حسناتنا، وأن يعصمنا من الشيطان الذي يفسد علينا عباداتنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم
فِي